ممكن أكلم الشيخ العافية؟ يسمعك تفضلي. لو سمحت، السؤال الأول، أنا وش اسمه، أنا كنت ما ألتزم بالصلاة، يعني من لحد ما بلغت السن 18 سنة ما طيب كنت لا أصلي ولا أصوم، ومن يوم ما صار عمري 18 سنة ابتديت ألتزم بالصوم وبالصلاة، طيب فما أدري يعني أصوم هن كل الفات هذا ولا أدري شو أسوي بيهن. طيب هذا السؤال الأول. الأخت أم فارس ذكرت أنها قبل يوم كان عمرها 18 سنة كانت لا تصلي ولا تصوم، الآن بحمد الله عادت إلى ذلك. تسأل فيما مضى هل عليها شيء مثلا في رمضان لم تصومه وفي صلاة لم تصليها؟ نعم، عليها إثم ترك ذلك العمل، ولكن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها. أما مسألة هل عليها قضاء تلك الصلوات وقضاء ذلك الصيام، الذي يترجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه لا قضاء عليها، لا تخفيفا، إنما هذا الحقيقة يعني لبيان عظيم الجرم بترك هذه الصلوات وترك هذه العبادات. القاعدة أن كل عبادة يتركها الإنسان ويتركها باختياره دون عذر فإنه لا ينفعها أن يأتي بها بعد ذلك. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالذي يفوت هذا الوقت فإنه لا يجوز له أن يأتي ويصليه بعد ذلك، بل لو صلاها لا ينفعه. ولذلك ليس عليك يا أختي إلا كثرة التوبة وكثرة العمل الصالح، إلا من تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. انتبهوا لهذه الشروط الأربع التي تتحقق بها مغفرة الله جل وعلا، بل كثرة مغفرته، لأنه قال وإني لغفار، أي كثير المغفرة والتوبة لمن تحقق في هذه الصفات الأربع. أوصيك بكثرة الصيام النافلة، أوصيك بكثرة الصلاة لا سيما صلاة الليل، لعل الله تعالى أن يكفر به عنك ما مضى. أما قضاء الأيام التي مضت من الصيام فهذا لو صمتي عن كل يوم الدهر كله لا ينفع. قضاء الصلاة لو صليتي عن الصلاة الواحدة 100,000 صلاة لا ينفع، هذا الصحيح من قول أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقضي الصلوات ويقضي الصيام، لكن الذي أرجحه هو القول الأول، والله أعلم.